ما أبيع يعني ما أبيع. جواهر مرتك لو صارت اثنين ما أبيع عمارتي. جواهر إيش لها يا أمي؟ أنا ولدك، أنا اللي تعبان في حياتي. سلبيتك وضعفك اللي جايبين لك التعب. طول عمرها مبذلة ومسرفة، تنكسف على قولها، تشتري حاجاتها وطلباتها من المحلات الرخيصة، عشان كده جايبتك الأرض. جدك الله يطول في عمرها يا امي، ما هي مقصره مع ابويا. اسكت انت وخليك في دراستك. اسكت يا امي، جدك بيحب ابويا كثير. انت وهو اذا ما كسبت قوموا من هنا، انا ماني ناقصتكم. ليش لك يا سلوى انت وهو في حاجات الكبار؟ امي تبغاكم تتمتعوا في حياه ابويا. فهميهم يا منى، اخوك واختك ولا على بالها. يا امي انا ابغى اعيش في امان مع زوجتي واولادي، ولا تبغيني أصير مستبد ومسيطر وبعبع في بيتي؟ أنا قلت لك سير كده؟ ولا أنت اللي خايف زوجتك تكرهك؟ الست يا ولدي تكره الزوج الضعيف أكتر من المستبد على قولك. عارف ليه؟ عشان هي اللي تبغى تروضه وتكسر حدة طبعه. أولادي وبناتي اللي كاسرين رقبتي يا أمي. أولادك وبناتك كبروا، ياسر كلها أسبوع ولا اثنين ويكون عندك، بكرة يتوظف ويساعدك. ما شاء الله تبارك الله، معاه شهادة جامعية من جامعة الملك فهد في الزهران. ولؤي اللي لسه ما تخرج، كلها سنة ولا اثنين ويتخرج، والبنات جوزهم يكملوا دراستهم مع جيزانهم وارتاح انت. مين عارف يا أمي إذا جوزتهم ارتاح ولا ازداد شقايا وتعبي. والله إذا كانت الكلمة كلمتك والشورة شورتك ما رح تتعب، لكن تخلي كل شيء بيد مرتك، خذ اللي يجيك منها. انت ايش بينك وبين جواهر يا امي؟ انت يا ولدي تعبتك وتعب حياتك ومفرقه بينك وبين اهلك. عمري ما سمعت منها كلمه عليك ولا على اهلي. هي مجنونه عشان تقول لك؟ تعال شوف واتفرج على اللي يصير من وراك. اختك عواطف، شقيقتك شايفه منها المر ومر المر. اكرام اللي خاطرك ساكته ولابده، كلنا ساكتين ولابدين إكراما لخاطرك يا منصور. حتى أخوك محمود ساكت ولابد، 20 سنة عاشها في المنطقة الشرقية في أمان الله، بس نقل وظيفته هنا المشاكل تلبشته بسبب مرتك. يا ترى منصور أخويا راح لأمي لوحده ليه؟ عسى ما يكون يبغاها تبيع العمارة. هو على كيفه يا عواطف؟ أنا وانتي رحنا فين؟ يا ريت تبيعها وتريحكم. أنت إيش أخذ من وراها يا محمود؟ يا سميرة مليون مرة قايل لك لا تتدخلي بيني وبين أهلي. أمي ما قالت حاجة يا أبويا. أمك قصدها الأجار اللي بياخده عمك لوحده، وأنا وأبوك مسامحينه. ياخذ منصور الأجار ولا نبيع العمارة وتفرح جواهر. عواطف أختي يا أمي لا ترميها وراكي. يا بخت المظلوم وهو بريء. أختك وأخوك هم اللي طلبوا مني أعطيك توكيل تستلم أجار العمارة وتصرفوا عليك وعلى أولادك، والمصروف اللي بتعطيني هو من حقي ما هو من جيبك. يا امي لو تعرف اللي جاي يعني من ورا العماره. ساكن يقبل المحل من غير ما يقول لي ولا يعطيني خبر، وساكن يقفل باب شقته ويقطص ولا ادري فين راح، وش ساكن ما يدفع الا بالعافيه. فواتير الكهرباء والتليفون تجيني ولازم اسددها عشانها باسمك، وفوق كده متاخرات كهرباء لسنوات راحت، انا فين ادور على اصحابها اللي خرجوا؟ اشتكي للحقوق المدنيه. اشتكي مين واخلي مين؟ الشكاوي فوق بعضها في الحقوق المدنية. صحيح زي ما قالوا لو أنصف الناس لاستراح القاضي. الله يعينك يا ولدي، أتحمل وشيل من راسك بيع العمارة، هي اللي خرجت بها من الدنيا يا منصور. يعني إيه أمي؟ ما توافقي على البيع؟ ولا رح أوافق طول ما أنا حية. وقول لي مرتك جواهر تقول أمي أكفينا شرك، ولا تخليني أزعل منك ومنها. لا أرجوك يا أمي، أرجوك لا تزعلي علي، رضاك عندي بالدنيا كلها. أنا آسف يا أمي، آسف. آسف؟ آسف على إيه؟ على اللي أنت فيه؟ ولا على جرادة أمك وبخلها؟ يا فرحتي ويا هنايا، يد ورا ويد قدام، زي ما رحت زي ما جيت. ساكت ليه ما ترد؟ أنا ماني قاعدة في الشقة هذه، عشت فيها عمري كله وما عندي استعداد أقعد فيها أكتر ما قعدت. فين رايحة تروحي يا أمي؟
أرض الله واسعة، بيت أختي موجود. صبرك علينا شوية، ارجع أخويا واتخرج أنا ونبني لك إن شاء الله فيلا تشن وترين على الأرض اللي عند أبويا. روح أكل نفسك أول، وبعدين تعال أنت وأخوك وابنوا لي فيلا. ربنا يرزق أبويا ويعطيه ويبني لنا الفيلا. من فين إن شاء الله؟ من الديون اللي على أبوك؟ ولا من راتب الشركة اللي ما هم كفيكم أكل؟ ولا حابة تتفلسفي قدام أبوكي بس؟ أنا ساكت كلامها يا سلة. من فين أبويا راح يجيب إذا جدها ما باعت العمارة؟ منى، خذي أختك وأبوك يروحوا غرفتكم. كفاية اللي جاينا من أمكم. بركة اللي خلتك منى تتكلم. أنا مصرة أخرج من هذه الشركة. تبني لي فيلا وتسكنني فيها. لما أسدد الديون اللي علي الأول. بكرة أمك تموت ورايح دورتها، ليه رافضة نتمتع في حياتها؟ الله أكبر عليك، ألفاظك دائما ناشفة. ناسية محمود وعواطف أخواني، ولا فاكرتني وحيد أمي؟ أخوك وأختك ما عندهم نية يبنوا، ولا عندهم طموح زينا. واللي بتسويه أنت هذا طموح؟ ده غيرة وحسد يا هاني. المفروض تشوفي بيتك وأولادك وما تطلي لغيرك. إيش قصدك يعني؟ أحمد ربك اللي صابر عليك. تدخل ساكت وتخرج ساكت كأنه صايبك شيء لطيف. تصرفاتك معايا هي اللي بكمتني وخلتني ساكت عشان اكتفي شري. لو كنت زوجة تبحثي وتسألي وتدوري عن اهتماماتي كان دفعتيني لأشياء تفرحني. بيع عمارة أمك ما يفرحك؟ أمي رافضة تبيع، وألف مرة قلت لك لا تجيب السيرة هذه تاني. نسينا بيتنا وأولادنا وبناتنا، عمرك ما كلفتيني في مواضيع تهمنا احنا الاثنين انا وانتي. يا سلام على كلامك، انا كل اللي يهمني بيع العمارة، وانا اللي اخلي امك تبيع وبرضاها كمان. كيف تشوف؟ انا اقول لمحمود بيع امك عمارتها؟ لو قلت له كلمة زي هادي ما ادري ايش يصير. هو انتي رايحة تقولي له حاجة عنها لا سمح الله؟ كل اللي رايحة تطلبيه يقنعها تبيع عمارتها. بكرة يا سميرة يا أختي نتمتع بفلوسها كلنا. وإنتي ليه ما طلبتي من منصور يقنعها؟ راح لها ورفضت. وأختها عواطف موافقة؟ إذا أخوانها طالبوا بنتها ما راح ترفض. ترفض إذا ما كانت تبغى تبيع. أعذريني يا جواهر، محمود ما راح يوافق على كلام زي هذا. لو ما سمع ووافق سيبي له البيت وأخرجي، هو اللي رايح يتعب. قومي يا هند أدخلي جوا. كلام ايه هذا يا جواهر؟ تريديني اخرب بيتي بيدي؟ فين اودي بنتي وفين اروح؟ هو رايح يقبل تسيبيه ولا تسيبي البيت، المهم امه تبيع العمارة. انت ايش صار لك يا فايز؟ اتجننت؟ عاجبك الحال اللي احنا فيه عواطف؟ فيها ايه امك بس لو تساعدنا؟ مسكينة امي، الكل طالع لها، جواهر من جهة وانت من جهة، الله يكفيها شركم. لا، جواهر وجوزها اخذين حقهم وبيقبضوا من الرجال، بس انت ومحمود اللي ضايعين. اخويا منصور وراكم لحم، الله يكون في عونه. واحنا كمان الله يكون في عوننا. ارجوك يا فايز لا عاد تجيب السيره هذه قدامي، ارجوك. ما شاء الله، انت كبرتي يا هدى يا بنت اخويا، وانا املاكك عمال احافظ لك عليها زي عيوني. بس عشان اكون صادق وامين معاكي، ابغاكي تروحي معايا المحكمه تعملي لي توكيل شرعي أقدر بموجبه أتصرف في أملاكك، وهي سنة رايح أخلي لك العمارة إمارتين. ما عندي مانع يا عمي، أسوي لك التوكيل، ربنا ما يحرمني منك. أنت عارفة يا هدى أنا الحمد لله في غنى، وإذا احتجتي أي شيء عيوني لك. الله يخليك يا عمي. طيب قومي ألبسي عبايتك عشان نروح المحكمة. حاضر. هدى انت رايحه معاه؟ ايش اسوي يا خاله؟ انا ماني مرتاحه لعمك هذا، كان اجلت التوكيل شويه الين تشوفي تصرفه معك. دحين ما اقدر اتراجع يا خاله، لازم اروح معاه. مرات اخوك تبغاني ابيع العماره اللي حيلتي يا محمود عشان انحوج لها اخر الزمن، واخوك منصور يا عيني عليه طاوعها. المهم انت يا امي إذا ما تبغى تبيعي ما حد يقدر يخصبك. أنا ماني موافقة، لكن شوف اللي رايح يجرى لأخوك من ورا راسها. هو رجال ويقدر يتحمل،
جواهر ضيعت اخويا وبتضيعنا معاه كمان. انا يا ولدي بقى حافظ لكم على اللي عندي، ماني رايحه اخذ معايا شيء لو مت. لا تقولي كده، بعد عمر طويل يا امي، انت خسريهم ولا تردي عليهم. اخ ويا ريتها عدله معايا ولا مع بد، الا ما تبغى الارض اللي نمشي عليها. جواهر الله يصلحها، زرعت الكراهيه بيني وبين اخويا من غير سبب، لكن ما اقول الا الله يسامحها. اهل جوز يا ولدي، اهل جوز، منها لله منها لله. صحيح انك صادقه يا امي، جواهر ناوية تسبب لنا مشاكل مع اخويا منصور. وما هو كده وبس، اخوكي شايف كل اللي حواليه يكرهها. العين اللي تكرهها تتعمي، انا اللي جوزتها عليه وانا اللي اخترتها له هي، انا اللي سايره اليوم العدو رقم واحد. هدفها تحقق وتجوزت اخوكي، وما بقي عندها الا تقطع الصله بينك وبينه شويه شويه. وهي ما قطعت، حتى اولادها وبناتها حاولت تكرههم فيها وتحكيهم حكايات وتلفق لهم اكاذيب عمرها ما حصلت، لكن منها لله منها لله. كنت فين لهذا الوقت؟ كنت عند امي ومريت على اختي عواطف، وقلت بالمره امر على السوق. هند ايش فيها امك زعلانه؟ ما ادري. ايش اللي مزعلك يا ستي؟ تصرفاتك وانا ما ادري. اوحشتك امك واختك عشان تروح لهم وانا ماني معاك؟ ومن متى انت تحاسبين على زياره امي؟ يعني لازم اخذ منك اذن؟ انت صاب عقلك شيء ولا شنو؟ انا بعقلي يا محمود، ولو كان واحده غيري ما كان قبلت اللي انا قابلته. يعني زياره امي في نظرك صارت جريمه؟ انا ما امنعك تزورهم، لكن تاخذني معك، ما هو تروح لهم لوحدك. محلوله يا ستي، الوقت لسه بدري، قوم اوديك لهم. يلا اروح معك اذا تكلمها عن بيع العماره. اذا امك باعت عمارتها تجيك قرشين تنفعك بدل ما هي قاعده كده. انت مين كان عندك اليوم؟ جواهر كانت عندي، تسأل ليه؟ لا خلاص عرفت كل حاجة، جواهر يا هانم هي اللي حرضتك عشان تحرضين على أمي. وإيش دخل جواهر في بيع العمارة؟ ولا بس تبغى تتلبش؟ لو الموضوع هذا تفتح قدامي مرة ثانية ما راح يصير لك شيء طيب، فاهمة؟ الله يهديك يا أمي، ربنا ساترها معاك يا موظفه مدرسة في الرئاسة، وأبونا في خير والحمد لله. ليه تزعلي نفسك وتعكري على أبويا؟ خالة جواهر أثرت عليكي، طول عمرها تكره أهلنا ولا تبغى سيرتهم، ليه تسمعي كلامها؟ أهل أبويا يحبوك يا أمي، عمرهم ما قاسوكي ولا ضروكي، ليه تفقديهم وتفقدي جوزك معاهم؟ خالة جواهر غايرة منك يا أمي، تبغاكي اليوم قبل بكرة تصيري زيها. هي من متى كانت حبيبة لي ولا تبغاني؟ طول عمرها تكرهني. قولي لنفسك يا أمي، مركب الطباين سار ومركب السلايف غار، اللي يحبوكي ويقدروكي قلبتي عليهم، واللي ما تبغاكي وتكرهك سمعتي كلامها؟ شيطان والعياذ بالله. صحيح يا بنتي، ستك وعمتك طيبين زي اليوم الطيب، وعمره ما جاني منهم أسية. ربنا يسامحني وكفر عن ذنوبي. قومي يا أمي صالحي أبويا واعتذري له، ولا تنسي الضفر ما يخرج من اللحم. قومي يا أمي. في ايه يا جواهر؟ بتبكي ليه؟ فاهمين؟ احد زعلها منكم؟ انت يا لؤي؟ ها؟ انا دوبي داخل قبلك ولقيت على هذا الحال. بناتي وولدي ما لهم شغل، اختك عواطف جاتني سايرة ومنفعلة وما خلت كلمة ما قالت لي هي. عواطف؟ ايش جاب عواطف عندكم اليوم؟ جات مخصوص عشان تهزئني وتهينني في وسط بيتي، ويا ريتها اكتفت بكده، الا قالت لي انا في بيت اخويا ماني في بيتك. مشكلتك انت وعواطف سنك وسنها قريبين من بعض، والله يكفينا شركم. اسم الله عليك وعليها، عواطف اكبر مني بشهرين. أكبر منك أصغر منك، المهم أنتوا تختلصوا مع بعض. يعني ما راح تحميني منها؟ وأنا اللي احترمتها عشان خاطرك؟ يعني إيش تبغيني أسوي فيها؟ أضربها؟ تقطع رجلها من بيتي، لا عاد تجيني ولا عاد أروح لها. هذا كلامي جواهر؟
أختي عشت معاها حياة الطفولة كلها، ويا ما شالت ويا ما حطت عشان تخدمني، أقوم في الآخر أجازيها وأقاطعها؟ أخوك وأختك يكرهوني، وعشان أقطع اللي بيني وبينهم أمك تبيع عمارتها وكل واحد يروح في حاله. عشان كذا تبغي أمي تبيع؟ أنا ما قلت لك لا تجيب السيرة هذه تاني؟ يعني إيش رايح تسوي؟ تطلقني؟ أجيب لك ورقة وقلم؟ عاجبك اللي يشوفوه أولادك كل وقت والتاني؟ أهم سابونا وراحوا غرفهم. الله يهديك يا جواهر ويصلح حالك. قوم يا لؤي روح غرفتك، خلينا ننام. بعد اللي شفتوه وسمعتوه رايح يجيكم نوم؟ روح أنت وسيبنا في حالنا. يا بختك يا ياسر، لا بتشوف ولا بتسمع. رايح يجي ويعيش في اللي احنا فيه، يومين ثلاثة وهو عندك. تحبي أهل أبوك يا سلوان؟ أحبهم وأكره اللي يكرههم. أهل أبويا عصبة ولقبي متاخد منهم. وأنت يا منى؟ أنا مع أمي، واللي تكرههم أمي أنا أكرههم. غلط غلط يا منى، دول مهما كان أهلك. وأنت يا لؤي؟ أنا خليني في حالي، ضايع وضايع حياتي، ماني عارف راسي من رجلي. خايف من زعل أهل أبوك قد كده؟ خايف من المجهول يا منى. لا، أنت خايف منهم عشانهم يخوفوا. على قول أمي، لا تخافوا لحاجة، بكرة ستك تموت وأبوك يورثها ونعيش كلنا في نعيم. الأعمار بيد الله يا منى، وبعدين يمكن أنت تموتي قبلها. الله أكبر عليك، أنا لساعي صغيرة، أنا ماني قدها. الموت ما يعرف لا صغير ولا كبير، كل واحد وأجله. خلاص فضونا سيرة من الكلام هذا وأسكتوا. قوم يا لؤي روح غرفتك، بدي أنام. كل زبيبة وفيها عود. هدى بنت جوزي الله يرحم، أبوها مات وساب لها خير يعيشها العمر كله. جا عمها سعد أخذ منها توكيل وأخذ الواطي على العالي. سايبينه ليه؟ طالبوه بحقوقها. خالتي خايفة منه، لو كان علي أنا كان طلعت حقوقي منه زي ما وعدني. أنا ماني خايفة منه، أنا خايفة عليك يا هدى. يقوم يجي ياخدك بعد ما كبرتي، ولما كنت صغيرة وكنا في حاجة عمره ما سأل عليك. أنا دحين اللي أسأل وأدور، إذا ما أخليه يجيب لي حقوقي زي ما وعدني ما أكون أنا. عاندي معاه عشان يجي وياخدك. ما يقدر ما يقدر ياخدني منك. لا يقدر يا هدى، أختي مهما كان مرة أب، صحيح هي اللي ربتك وعلمتك وكبرتك، لكن هو العصبة. أنا كمان ورطانة مع أهل جوزي، والراجل ندفان فقران حالته عدم. أحمدي ربك يا أختي، قولي الحمد لله. هالشقة اللي أنا فيها كاتمة أنفاسي، ولو ما خرجني منها وبنالي فيلا ما رح أعيش معاه. سبحان الله يا جواهر، السعادة ما هي في الفيلا يا أختي، السعادة في القلب. خلي بالك من بيتك وأولادك وبناتك، ولا تخربي على نفسك. يا ولد يا جواهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ما في أحد في هذا البيت ولا إيه؟ نعم يا عمي، تبغى شيء؟ فين عمتك؟ ما صحيت من النوم؟ دحين أحضر لك الفطور. لا تحضري شيء، تروحي تجيبي لي لبن، انتهى صلاحيته وما حد يسمم غيري أنا. روحي جيبي حواجه، خليني أخرج أروح شغلي. روحي. دحين أكويها وأجيب لك إياها. تكويها؟ هي لسه ما انكوت؟ والله عال الشغالة صارت مسؤولة عني في هذا البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش بك؟ مين بيجي وراك من الصباح؟ ابغى الحق المحاضرة قبل ما تفوتني، انت ليه ما دخلت القاعة؟ مستنيك لما تجي يا سيدي، علشان ابغى اتكلم معاه. انا وديت اخواتي الجامعة وجيت اجري بسرعة. تعال، انت مستعجل عليه، سيبك من الجامعة والكلام الفاضي، وتعال نجلس في قهوة بدردش معاك شوية. نعم، ابويا لو عرف اني ما حضرت محاضرة واحدة وفرنكت يطربق الدنيا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش هذا يا سعيد؟ فطور العادة يا عم منصور، فول وتميس وجبنة وزيتون وحلاوة طحينية تعجبك. ها تفطر معانا؟ الزملاء كلهم جايين ورايا. واشغال الناس يا ولدي؟ ارفع سماعة التلفون. ها واللي يجيك بنفسه.
يستني، الدنيا ما طارت. ظروف الناس صعبة يا سعيد يا ولدي. اللي مرتبط بوظيفة، واللي يجيك من سفر، واللي يتغلب على مرض ويجيك، كل واحد وظروفه يا ولدي. عن إذنك، الفول لا يبرد. ما رح يجيكي، أنا عارفة ضيعتي عليك اليوم وضاعت عليك الجامعة. إن شاء الله أعوض المحاضرات اللي فاتتني، بس يجي عمي وريحني. أهو صار، أفتح الباب ليقلب الجرس. أنا آسف يا هدى، تأخرت عليك. حصل خير يا عمي، أنا كنت خايفة ما تجي. معقولة ما أجي؟ أنا وعدتك إني أجي، بس جاي بصراحة عشان أعتذر لك. ترى عندي أشغال وعمال قد إيش كترهم. يعني يا عمي ما رح تبين لي حقوقي وأموالي اللي عندك؟ كيف ما رح أبين لك هي؟ حقوقك يا هدى في الحفظ والصون، لا يكون ناقصك شيء. كثير يا عمي، أنا وخالتي أسماء تعبانين، صرفت كل اللي ورثته من أبويا علي وعلى طلباتي. أبشرك، ترى أنا اشتريت منها حقوقها كلها، وأنا وإنتي دحين صرنا شركاء، ما أحد يتدخل بيننا. يعني متى رايح تبين لي حقوقي؟ أمسكي خذي هذه الفلوس، مشي حالك بيها إلين أجيكي تاني. عن إذنك. عوضك على الله يا بنتي، انتي اتسرعتي يا هدى. عمي شقيق ابويا، اذا ما كان هو يشرف على املاكي اجيب ناس من برا يشرفوا عليها. اهو بماطلك، وهذا وجهي اذا ما اكلك. اشوف يجيني زي ما وعدني ولا لا. ايه يا هدى، منيتي ومنعيني اشوفك سعيده في بيت جوزك. لو كان وراكي راجل يحميكي ما كان عمك سوى فيكي كده، لكن الله موجود يا بنتي. فاتك المعصوب والهريسة يا عم منصور. كمان جبتوا معصوب وهريسة؟ كل واحد من الزملاء جاب شيء معاه، ما تجيب حاجة انت كمان تفطر معانا بكرة. هو اللي بقي اجيب لكم طرشي. الله يسامحك يا جواهر، لو كانت مرتي حاسة بي وشايفة حالي ما كان قلت الكلام اللي قلته. باين ام ياسر اخذ حقها وزيادة يا عم منصور. تعبتني والله يا سعيد، نجمها يا اخويا ونجم امي واختي ما هو جاي يوافق بعضه ابدا، كل يوم والتاني وهي معاهم فنجار. الله الله، وانت ايش مسوي معاهم؟ يظهر العيب ما هو منا، العيب في تربيتها. الله يكون في عونك، مسكين والله يا عم منصور مسكين. سيبني دحين مشاكل البيت وجع الراس، وخليني في مشاكل الشركة اللي انا فيها. مشاكل الشركة محلولة إذا وطيت راسك شوية. أطلب لنا الشاي وأنا أفهمك. إيش سويت يا سميرة؟ قلت لمحمود؟ لا قلت له، لا أبغى أقول له. ليه عبيطة؟ أهل جوزك شايفين محمود ملكهم وولدهم، أسحب البساط من تحتهم قبل ما ياخذوه عليكي. جواهر أنت ليه بتسوي كده؟ عشان أرتاح وأقطع جرتهم. صادقة هند بنتي لما قالت لي خالة جواهر ناوية على شيء وتبغى تحققه. اسمع يا جواهر، أنا لا أقاطع أهل جوزي ولا أخليه يخسرهم، وإن شاء الله العمارة ما تباعت، وأرجوكي لا تفسدي علي حياتي وتخربي بيتي. إيش راح تستفيد من عنادك مع المدير؟ إلا في مخه وإلا في عقله حينفذه سواء وافقت أو رفضت. يا سعيد يا اخويا انا ماني معند معاه في شيء. انا مدير اداره ماليه، عندي تعليمات ونظم لازم انفذها، وزي المدير ما هو موظف في الشركه وبيتقاضى راتب، انا موظف زيه. كلامك صحيح يا عم منصور، بس لا تنسى كمان انه هو الرئيس وانت المرؤوس، يعني لازم تنفذ طلباته وترضيه. ومين قال انا متمرد عليه؟ انا اكثر واحد انفذ اوامره في الشركه، لكن في حدود النظام. ما راح يحميك منه ومن زعله عليك، لازم ترضيه وتنفذ طلباته. لو أولي على 10 شمع ما راح يرضى. آذاني، وقف ترقيتي في الوظيفة، ما يكره يرميني في مصيبة اليوم قبل بكرة.
لكن الله موجود. الو الو، السلام عليكم، كيف حالك يا ستي؟ الحمد لله، ابشرك اتخرجت بتقدير امتياز الحمد لله. الطياره كده ان شاء الله توصل يوم الربوع باذن الله، يعني على الساعه 5. ايوه ايوه، بالله يقول البيت عمي محمود الله يخليك يا ستي. اقول لهم يا ياسر عشاك عندي ليله وصولك ان شاء الله، ورايح اقول للكل ما هو البيت عمك بس. طبعا فرحانه يا ولدي، هذا اليوم اللي كنت اتمناه، عقبال ما افرح بك وانت عريس ان شاء الله. بشرط، ترى انت اللي شفت العروسه. ايوه، وحاضري لي شقه عندك في العماره، انا ان شاء الله اول ما اوصل اجيك يا جده ان شاء الله. سلمي على عمي وعمتي الله يخليكي، مع السلامه. كلمني وكلم امه واخواته واخوه. انا في الحقيقه فرحانه يا ولدي، وعزمت ياسر يجي يتعشى عندي يوم ما يوصل، ورايحه اقول للكل. زي مين يعني يا امي؟ اخوك ومرته وبنته واختك وجوزها وخاله الاولاد وانتو. يا ريت يا امي تاخري العزومه شويه. ليه؟ تبغوا تسووا عزومتكم قبلي؟ انا امك يا ولد، واعز من الولد ولد الولد. ما هو قصدي يا امي، عواطف وجواهر متخاصمين، واخاف جواهر ما تيجي العزومه. متخاصمين على ايه؟ ومتى صار الخصام؟ عواطف جاتنا البيت قبل كم يوم واعطت زوجتي لين عمتها. انت سمعت شيء باذنك؟ لا يا امي، انا ما كنت فيه، رجعت من برا لقيتها تبكي، ولما سالتها عرفت. واختك سالتها؟ عرفت منها اللي حصل؟ لا ابغى اسالها ولا ابغى اشوفها، كفايه اللي جاء لمرتي منها. يا بخت المظلوم وهو بريء. إذا اشتكتك جواهر وقالت لك عواطف قلعت لي عين، أجري شوف أختك لا تكون راحت لها الاثنين. عواطف لا ترميها وراك يا أمي، جواهر تحبها وتقدرها وتعزها وتقول عليها عمة أولادي، وفوق كده ما هي خالصة منها. صحيح زي ما قالوا، من برا الله الله ومن جوا يعلم الله، ما حد يعلم بالسراير غير الله يا ولدي. عواطف أختك يا منصور، وأنا مسوي عزومة ياسر عشان أجمع الكل وأصفي اللي في النفوس، والله يصلح الجميع. يشيلوا عني كبري ويكفوني حاجة الزمن. ربنا يعطيك الصحة وطول العمر يا ابوي، تلقانا دائما تحت يدك. ادخل اقلع حوايجك وارتاح لك شوي. اروح اسلم على ستي واجي ارتاح. ستك ام ابوك ما هي امك عشان تاخذ رضاها. روح سلم على خالتك اللي بتسال عنك. ليه هي خالتي ما هي معانا الليلة؟ جدة عزمتها ورايحة تجي هي وهدى. خلاص اشوفها هناك هي وعمتي، اما ستي لازم اروح لها دحين. امك ايش مسوية للولد؟ كسبته بحبها، طيبتها وودها وحنانها معاه مخليتها تكسبه. ستي ربتني وشالتني واعطتني اكثر من اخواني، ضروري احبها انا كمان. الله يهنيكم ببعض، روح لها عشان تقر عينها بيك، وانا ماني رايحه معاكم الليله.
وضاعت علينا الأكلة يا ولد، وعزومة جدة راح تتفركش، والسبب أنت يا ياسر. لو أمي ما راحت العزومة أنا ما أدري. عاجبك كده؟ كل ما نبغى نروح لأمي تسوي لنا مشاكل. لا مشاكل ولا غيره، أنا آسف يا أمي. خلاص أروح مع طمع ستي في الليل، بلاش أروح لها دحين. مبسوطة يا أمي. الساعة صارت 11 وعمك ما جاء. ايش يقولوا علينا الناس لما نروح لهم انصاص الليالي؟ روحي يا خالة إذا كنتي مستعجلة. أروح وأسيبك؟ روحي فيها إيه؟ حتى خالة جواهر اللي قالت لك تيجي تاخذنا وهم رايحين ما جات. ما أدري أتأخروا ليه هم كمان. سهرة إيه هذه؟ عمي وصل. تكون أختي يا هدى؟ لا يا خالة، لو كانوا هم كانوا ضربوا بور السيارة. هدي أعصابك وكلمي برواقة إذا كان هو. برضو يا بنتي عمك أخو أبوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جيتك يا هدى بس عشان لا تزعلي. الله لا يحرمني منك يا عمي، أتفضل. إذا صارت الساعة 12 وما جابت أخويا عشونا، أنا ما أقدر أصبر أكثر من كده. جواهر السبب في التأخير، أنا عارفة، تلاقيها ما تبغى تجي. ولدك منصور يا أمي هو السبب، هي اللي فرضت شخصيتها عليه. عليه وعلى اللي حواليه. نفسي بس أعرف سبب واحد يخليها تكرهنا عشانه. ما في سبب يا جدة، لا بتقاسوها ولا بتتعرضوها. هذا يسموه صراع التملك بين أهل الزوج ومرته. هي المتملكته وبعنا لها الجمل بما حمل. لا يا عواطف، أنا ما أبيع ولدي عشان خاطر مرته. بكرة هي تجوز أولادها تقبل حريمها ويقطعوهم منها؟ إذا كانوا زيها يقدروا يا أمي. يا أبويا خالة جواهر تعبتها الشكليات وحب المظاهر. كل الستات كده يحبوا المظاهر. لا ما هو كلهم، وانت خليكي ساكتة. صحيح زي ما قالت أمي، ما هو كلهم، وما حد ينكر إن المرأة في مجتمعنا تطورت، لكنها ما تحضرت قد ما تمردت على الرجل. عشان كده أخويا منصور تعبان في بيته. هو تعبان وبس، ده رايح يطق. هو اللي فلت لها الحبل وخلاها على كيفها، وسارت تفرض رأيها عليه. أسمع يا هدى، أنا دخلتك شريكة معايا في كل شيء عشان لا تيجي تسأليني بعد كده فين وديت فلوسي. كيف ما أسألك يا عمي؟ ضروري أعرف، العماير بعتها ولا بتأجرها ولا إيش بتسوي فيها؟ العماير بعتها زمان لما كنت لسه صغيرة، لما اشتريت من خالتك أسمى نصيبها. طب والفلوس اللي في البنك؟ الفلوس اللي في البنك ضميت لك هي معايا في الشراكة. يا هدى أموالك كلها محفوظة. ماني حاسة يا عمي. يعني أنت خايفة مني؟ أنا خايفة على نفسي، أضيع أكتر ماني ضايعة. أنت قعدك هنا ما كان لازم يستمر. إيش لزومه تقعدي عند خالتك؟ خلاص أنت كبرتي. قصدك إيه يا سعد؟ قصدي إنه البنت تيجي تعيش معايا في بيتي قبل الناس ما يأكلوا لحمنا. الناس تأكل لحمك إذا أكلت حقوقها وما أعطيتها شيء منها. وما راح أعطيها شيء وهي عايشة معاك. أنا فهمتها، هي صارت شريكة معايا في كل شيء. عن إذنكم. مسكنا من اليد اللي بتوجعنا عشان يأكلك ويأكل حالك. لا تزعلي، الله موجود. تصدقي يا خالة، ماني فاهمة شيء من اللي قالوا عمي. شراكة ايه واشغال ايه؟ لما كان عندنا عزومة ياسر عندي ست الليلة كان طقيت. قومي حضري حالك قبل اختي ما تجينا، وانسي اللي صار من عمك، واضحكي واهرجي مع البنات، لا حد يلاحظ عليكي شيء. منصور غلبان طول عمره، ساعد ابوكم واشتغل وهو صغير، واتحمل الشقا عشان الكل. ولما كبر شوية زادت مسؤولياته، ما كان زي الأولاد اللي بسنه يلعب ويجري، عشان ما كان عنده وقت. واليوم عايش ولدي في تعب، الله يكون في عونه. جاته واحدة زادته هم على همه، عشان كده أنا في صف منصور وخايفة عليه. خلاص يا أمي لا تزعلي نفسك، ضيوفك وصل. يلا قومي يا أمي قومي. اللي ما يحبك ولا يشتهيك نص الليل يجيك. أهلين يا جماعة، أهلين يا واسمة. فين منصور والأولاد؟ طالعين ولا لا؟ تفضل يا أهلين. طالع معاهم يا عواطف. هو وصل؟ أهلين. فين ياسر ما طلع؟ جاي معاهم. أهلين يا جماعة. أهلين. 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 أهلين.
الشاهي واعطيها لعمتك. قوموا معاها يا بنات، كل حاجه جاهزه، خليكم انا اجيب القهوه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. شفتي ياسر وشبعتي منه يا جده؟ شفته يا اختي شفته، لكن العمر كله ما اشبع منه. لما قالت هند تحبي اولاد عمها اكثر منها قلتي كلهم واحد. انت اسكتي يا ام وجهين، لا تتدخلي بيني وبين اولادي. اعطيها لا تسكتي لها، اعطيها والجمره حاره. الله ردي عليها يا سمور، قوليها قبل ما تاكلك. لا يا جواهر لا. قعدتي مع ياسر شويه يا ست؟ دحين اروح له. ضيعتي عليك الفرصه ولا خايفه منها؟ ايش ذنبك؟ هي زعلت منك، في ضربه دم عليها. تعالي جنبي يا هدى وقولي لي ايش سويتي مع عمك. تعالي. عن اذنكم. تفضلي يا جده. ان شاء الله يوم فرحك يا هند. أكبر الوظيفة والعروسة إن شاء الله ياسر. في حياتك عم فايز. أمي سبقتني سوت عزومة لياسر قبلي وأنا دوري بعدها. أنا عمته. يا جماعة بكرة إن شاء الله عشاكم عندي كلكم على شرف ياسر. وأنا نسيتيني ولا إيه؟ أنا عمه. أنت وهي في الحد واحد، فرحتنا كلنا يوم فرح ياسر وجوازه. وأنا يا جدة. وأنت كمان، بس ياسر الأول. أنا رايحة أقول لكم كلام وأبغاكم كلكم توافقوني عليه. إيش هو يا أمي؟ جواهر تاخد يا هدى عروسة ياسر. البنت موافقة أقدمها هدية لولد أختي. جواهر ليه ما تردي عليا؟ خالتك عندها سر بتقوله لأمك. زي إيه؟ الله أعلم. بدري عليه الجواز، الولد لسه ما أكلنا من خيره. هدى قومي مع البنات. حاضر يا خالة. انتي لازم تحرجي لي قدام البنت يا أختي. خايفة يا أختي، خايفة عمها ياخدها عنده ويحرمني منها. ياخدها؟ انتي ايش نابت من وراها؟ حتى القرشين اللي لها عنده أكلها على قولكم. في 60 داهية الفلوس، بس عمه ما ياخدها عنده. أهله رموه الجن استلقوه. هدى يا أختي ما تستاهل ياسر بعد عمها ما نكرها وأكل حقوقها، وإحنا ما هو ناقصنا؟ لما عمها يرد لها حقوقها يصير خير. أنا يهمني أعرف رأي العروسة الأول ومنها هي شخصيا. والعروسة رايحة تلاقي أحسن منك فين يا ولد أخويا؟ الولد في عين أمه غزال. سلامة ياسر ولدي. قومي يا عواطف قولي لهم، ولا أقول لك أنا أقوم معاكي. لا، أضمن عزومتي بكرة قبل ما أقوم عشان أعمل حسابي. نيجي معاكي بكرة، بس يلا قومي. مبروك عليك يا عم، ماشية معاك آخر حلاوة. الله يوفق بينهم يا ولدي. الله يديم فرحك يا أم منصور. كل ده عشان ياسر جاكي؟ أمي رايحة تجوز ياسر وتسكنوا معاها يا أسمة. ومين سعيدة الحظ اللي رايح ياخدها ياسر؟ هند بنت عمه. هو طلب منك تخطبي له ولا تجوزيه؟ هو وافق على بنت عمه وأبوها وافق كمان. ومنصور ما له رأي؟ ولا ما هو أبوه؟ منصور وافق وفرحان ودعا لهم بالتوفيق. يعني ما بقي الا وافقت العروسه. ايش قلتي يا هند؟ انت موافقه على ولد عمك؟ السكوت علامه الرضا. المواضيع هذه ما يبغى لها كسوف، لازم تقول رايها. امها قالت لك السكوت علامه الرضا. مبروك يا سميره. مبروك يا اختي. تباركي لي انا على ايه؟ باركي لاهله. وانتي ما انتي امه؟ لما يكون احد اخذ رايي اسير امه. انت الخير والبركه يا ام ياسر، وعقبال له اي والبنات ان شاء الله. الخير والبركه خليت لكم هي، انتوا اهله. طبعا احنا اهله. ولا تبغي تسيطري عليه زي ابوه كمان؟ الولد دوبه متخرج وما توظف، وما عنده دخل يعيش منه، كيف رايح يتجوز؟
كلها خطبة في خطبة يا بنتي. مسكنا البنت للولد وإن شاء الله يتوظف. سووا زي ما تبغوا وأنا مالي شغل. بدل ما تفرحي معانا ناوية تنكدي علينا يا جواهر؟ ولا أنكد عليكم ولا حاجة، شغلة مطبوخة من ورايا. ولا قلتي لي يا بنت موافقة ولا منتي موافقة؟ ساكتة في السيارة وما تكلمتي ولا كلمة. مستحية منك. تستحي مني ليش؟ أنا أبوها وهمني سعادتها، نفسي أسمع الكلمة منها عشان أقدر أقول لها مبروك. الله يبارك فيك يا أبويا ولا يحرمنا منك. قلت لك موافقة، بس الله يكفيها شر جواهر. لا تزعلي يا هدى، كل شيء نصيب. ماني زعلانة يا خالة، بس ما كان في داعي ياسر يوصلنا. ياسر ولد أختي، ما فيها حاجة لو وصلنا. قصدي ما كان في داعي للإحراج، يجوز خطيبته تزعل لما وصلنا. خطيبته؟ هو لحق. على كل حال جواهر ما رح توافق. شفتي كيف كانت معفرة وهي جالسة؟ ما توافق ليه؟ ولدها اللي عليه الكلام وافق، وتلاقي أبوه كمان فرح. جواهر بتدور على ناس غير محمود وسميرة. أغنية قصدك؟ والله يدها في السمن والعسل، فين تلاقي أحسن منهم؟ ربنا يسخر لك بولد الحلال اللي يسعدك ويكفينا شر عمك. عمي ما هو مشكلة يا خالة، أقدر أخلص حقوقي منه وأخذها على داير مليم. تشتكي عمك يا هدى؟ إذا ما يحس أشتكي؟ ليه أفضل كده؟ لا يا بنتي لا، عمك عنيد وشراني، أخاف ياخدك عنده ويحرمني منك. التصليب يجيكي وأتفاهمي معاه، عسى يكون ربنا هدى. لما كنتوا ناويين تخطبوا لياسر انت واهلك، ليه ما قلت لي؟ ما كانت في نية كده يا جواهر، موضوع ساعته زي ما شفتي، وكانت ساعة خير الحمد لله. ساعة خير لكم انتوا، اهلك لبسوا ولدي جوازة بنتهم وانا ماني موافقة. ولدك وافق وقبل، ما حد غصبه. حتى لو هو قبل انا ما اخليه يتجوزها. ليه؟ بنت عمه ناقصها شيء؟ ما دامت من طرف اهلك أنا ما أجوزها ولدي ولا أدخلها بيتي. يسكن مع سته، شقتها واسعة. هو اللي فضل تسكن ياسر معاها، يعني ما راح تبيع العمارة. هذا اللي مجنيك، بيع العمارة؟ ما راح أفاتح أمي في الموضوع تاني، فاهمة ولا لا؟ كده يا منصور؟ طيب أنا أفرجك، علي تقعد لك في البيت. الله يهديك يا بنت الناس. ربنا ياخد بيدك ويوفقك يا بنتي. طول عمري كنت أتمنى لك ياسر، وربنا حقق لي اللي كنت أتمناه. الله لا يحرمني منك يا أمي، ياسر شاب متزن وأخلاقه عالية. أنت ليش ما نمتي يا بنتي؟ فرحها بولد عمها نساها النوم، بس ربنا يكفيها شر جواهر أمه. المهم الولد اللي راح تعيش معاه، إذا كان ولد طيب كل شيء هون. شوف يا بنتي، الزوجة اللي تراعي صلة رحم أهل زوجها يحبوها، والزوجة اللي تودود كل ساعة والثانية يكرهوها. حتى هو يكرهها ومسيره يعرف الحقيقة. ربنا يزينك بعقلك يا بنتي، الآن أقدر أزوجك وأنا مطمئن. أنت ما رح تعزم ياسر؟ كان في بالي أعزمه، لكن أمي فاتحتني بحكاية الخطبة هذه ونسيت. جواهر، جواهر، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. جواهر. نعم يا أبويا. نعم. فين أمك؟ نايمة في غرفتنا. نعم؟ تنام عندكم ليه؟ ما لقى غرفة تنام فيها؟ هو أنا عارفة يا أبويا. يعني هي يا تهددني بالخروج من البيت يا تنام عندكم؟ أدخلي صحيها. جواهر، جواهر، كيف؟ عساها ما صحيت، خليها نايمة عندكم، علي يفتح لها باب الغرفة. تفتكري بابا لو ما كانش بعلي الورش كان قادر يجي ويطلب ايدي؟ اكيد حاسس ان عينينا مكسورة بسبب اللي حصل لحازم. بابا كان عنده حق، لو باكر يشمت فيه. ما انت رايح تنام يا فايز؟ انام كيف وانت حطيتيني في موقف محرج قدام اهلك يا عاطف؟ ليه؟ دي حقيقة. انت عارفة حالي وعارفة الوضع، تقومي تعزميهم وعلى العشاء؟ فرحانة يا فايز، هذه أول فرحة في بيت أخويا. أنا ما قلت لا يا عواطف،
بس المصيبة إنه أنا ما عندي، وسوق بيع السيارات القديمة واقف، والبلد غرقانة بالسيارات القديمة. هو خروف واحد بس ترميه للطباخ، ما رح أقول لي أحد غريب. كمان خروف؟ مو كفاية جبنة وزيتون ومربى وأنبا وشوية فول مع حبتين مطبق مع كعكتين ما يكفوا؟ الله يسامحك يا فايز، أهلي قيمتهم كده؟ يا ستي أنا ما قلت، لا أهلك على عيني وراسي، لكن المصيبة إن أنا ما عندي عواطف. أقول لك إذا كنت إلا مصرة يا ريت تأجل العزيمة أسبوع. ما عندي مانع، أقول لأمي تعتذر لهم وآخرهم للأسبوع الجاي. معقولة؟ كل المشاريع اللي دخلناها خسرت؟ ما فيها واحد جاب راس المال حقه؟ هذه كارثة يا أم سعد، وصدقني لو استمرينا على هذا الحال حتفلس. طيب بدل الفلسفة حقك هذه، شوف لنا مشروع من المشاريع اللي نقدر نعوض بالخسائر هذه. وأنا بيدي إيش يا أم سعد؟ مو أنت اللي بتدخل في المشاريع، وأنت اللي بتصرف عليها، وأنا حيالله موظف عندك. موظف عندي؟ شوف يا حبيبي، من اليوم وطالع لو ما تجيب لي مشاريع اعتبر نفسك مفصول من عندي. تفضل. البنت هذه وجهها ما يبشر بخير، من يوم ما حطيت اموالها معايا وانا في النازل جايبتني الارض، الله يكفيني شرها. امكم برضها زعلانة، ما حد قدر يراضيها منكم، ما حد يقدر يراضيها غيرك انت يا ابوي، وانا قادر عليها يا ولدي. لو ريحتها في كلامك ما هتقدر، اسئلتها كثير وشككها اكثر. اه يا ولدي اه، كلامها كله استجواب. ريحها انت واخذ برا مناقشه معاها، يعني اكذب عليها؟ سلامتك من الكذب يا ابوي. امك يا بنتي شكاكه، تشك في كل اللي حواليها، تتوهم انه الكل بيطايضها وبيخطط لاذيتها. ليه؟ مجنونة؟ أمي عاقلة وست الأولاد. عاقلة، عاقلة في تصرفاتها كلها، إلا الشعور بالاضطراب، ما حد يقدر يخلصها منه. أنت تقدر تزرع ثقة في نفسها وتخلصها من كل شيء. دوشتيني بتلفوناتك هذه كل ساعة والتاني، خير إن شاء الله، إيش فيه؟ محتاجة فلوس من حقوقي عندك، أبغى 20-30 ألف أصرفهم. إيش اللي ناقصك عشان تطلب المبلغ هذا كله؟ كثير يا عمي، أنا لدحين ما أعرف حاجة عن الشراكة اللي دخلتني فيها معك. وما هو ضروري تعرفي، أنا عمك وسادد عنك كل شيء، حتى أجار الشقة اللي أنت ساكناها أنا بأدفعه، إيش ناقصك كمان؟ ناقصني كثير يا عمي، طلباتي واحتياجاتي كلها. طلباتك؟ طلباتك ولا طلبات خالتك أسمى؟ من فضلك يا عمي، خالتي لا تجيب سيرتها إلا بالطيب، عرفتها قبل ما أعرفك، وإنت لولا حقوقي وأموالي اللي سبلي هي أبويا ما كان شفتك ولا وريتني وجهك. Thank you.